بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقائدنا المبعوث رحمة للعالمين. أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما حللتم في هذا الفضاء الحواري الذي يدوم ساعة ونصف من الزمن. سنتناقش اليوم بحول الله تعالى عن موضوع هام وحساس وله عدة أبعاد اجتماعية وتربوية ونفسية وأخلاقية وغير ذلك. حديثنا بإذن الله تعالى سيكون عن الزكاة، آلية من آليات التكافل الاجتماعي. سنتكلم عن مفهوم الزكاة ودلالتها من الكتاب والسنة، ولا بد دائما ولا بأس بالتذكير بمشروعيتها. سنتكلم عن فوائد الزكاة الاجتماعية، سنتكلم عن أثر الزكاة بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع وأسئلة كثيرة أخرى في هذا الموضوع سنناقشها بمعية الأساتذة الأفاضل. ولا بأس بالتذكير أنه كان يجمعنا حوار شيق ورائع وماتع مع أصحاب الفضيلة، أنا أيضا اشتقت لهم كثيرا لأني عندي مدة ما نشطش يوم الاثنين. دعوني بداية أرحب باسمكم جميعا، بداية بفضيلة البروفيسورة عقيلة حسين. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذة. أهلا بك نوف، المرحبا. الله يبارك فيك، الله يسلمك. كما يسعدني أيضا ويفرحني أن ألتقي مجددا بفضيلة الدكتورة الرائعة سامية قطوش. مساء الخير أستاذة. مساء النور نوفل، كيف الحال؟ لا بأس، بخير الحمد لله. الرفيقتين. الله يبارك فيك. وأيضا من دواعي السرور والغبطة أن ألتقي بهذين الوجهين السامحين صاحبي الخير والفضيلة المسارعين إلى الخيرات. مساء الخير استاذنا وحبيبنا علي بوناب، اهلا وسهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك، ومجد مسرور ان التقي ب يعني هذا الصحفي الجميل الوسيم. الله يبارك فيك استاذنا. الله يبارك فيك. وايضا يسعدني ويفرحني ان ارحب بفضيله استاذي وشيخي محمد زغداني. مساء الخير استاذنا، واهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا اخي نوفل، كل السعاده لي ان اتشرف بالجلوس لرفقه هذه الوجوه الطيبه من اساتذتنا دكاترتنا وشيخنا علي. ان شاء الله تكون جلسه طيبه مفيده ان شاء الله. امين ان شاء الله، وبلا شك معكم بهذه الوجوه النيره. مشاهدينا الكرام، ايضا يسعدنا ان تتصلوا بنا وتشاركونا اراءكم وافكاركم حول هذا الموضوع، موضوع الزكاه من المنظور الاجتماعي والتكافلي. ولا باس بان تطرحوا ايضا اسئلتكم في هذا الموضوع على الرقمين اللذين سيظهران اسفل الشاشه بين الفينه والاخرى. بداية عند الحديث عن الزكاة لابد لها من تأصيل شرعي بروفيسور عقيلة حسين. نحن لطالما نكرر هذا ولكن لا بأس، كما يقول إذا تكرر تقرر، فما مشروعية الزكاة من الكتاب والسنة وماذا نقصد بالزكاة من الناحية اللغوية أيضا؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحييك بدوري، أحييك الدكتورة سامية، وأحيي الأخوين الكريمين، أحيي فريق العمل، مشاهدينا الأفاضل. وموضوع جميل جدا رائع، وهو أن الزكاة بقدر ما هي ركن تعبدي إلا أنها الأثر والمقصد قد يتسع إلى كثير من الشؤون الاجتماعية كما ذكرت، والاقتصادية والتكافل والخير وغيرها. المهم، الزكاة هي الركن الثالث كما نعرف، وهي شقيقة الصلاة، وأوتي الخطاب القرآني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مقترنان في آيات قرآنية كثيرة جدا. إيه نعم، الزكاة تشمل ركن تعبدي متعلق بالمال، والمال مقصد شرعي من مقاصد الشريعة الضرورية الخمسة. والزكاة عند أهل اللغة زكى يسكن ما ينمو، وسبحان الله يعني قد تكون المفارقة اللغوية في الأثر الشرعي لها دور كبير، على اعتبار أن سنناقش هذا المال يؤخذ. نعم، يعني ينقص هو ينقص ولكن مالك. نعم، ولكن الله عز وجل بالمصطلح القرآني سماها زكاة، وهي نمو، أعطاها المفهوم النمو اللغوي. نعم. وفي نفس الوقت نجد بأن من يفكر بأن الزكاة هي إنقاص المال مخطئ، وندلل بالتفاصيل إذا شئت في هذه الجلسة الطيبة. ثالثا، زكاة
تقسم او تبوب في مسائل العبادات في جزء العبادات. قلت لك هي شقيقه الصلاه، الشهاده صلاه وزكاه، فهي ركن تعبدي واجب لزوما على فرض العين، بمعنى الـ 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 على كل فرد ان يؤديها ان بلغت شروطها. ثالثا الزكاه هي اخراج مال مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة، بمعنى حوالا الحول وبلوغ النصاب. هذه في التعريفات الاصطلاحية المختصرة. الأدلة، القرآن العظيم سماها صدقة، إنما صدقات الفقراء والمساكين، عندما ذكر أصناف ثمانية الذين نعم تجب في حقهم الزكاة أو تخرج لهم الزكاة سماها صدقة. ولكن في نصوص القرآن العظيم هي زكاة، في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر الصحابة بفعله، أمر الصحابة عفوا بفعلها. وبالتالي نجد بأن هذه الزكاة هي قول، تنظير، نصوص، قرآن، سنة، إجماع، الأمة أجمعت والعلماء أجمعوا، ومعلوم من الدين بالضرورة، بمعنى لا يوجد من لا يعرف بأن الزكاة من العبادات، وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن الزكاة تخرج. الآن في أنواع الزكاة أستاذ نوفل تفاصيل كثيرة، وهي التي تخول لنا هذا المبدأ. قد يعرف الناس بأن الزكاة هي النقود، عندك دراهم حسبهم جزء عليهم من العام، الوزارة شؤون الدنيا تعطينا النصاب المحدود، خرج 2.5% وهني روحك. المسألة هي أعمق من هذا بكثير، في أنواع الزكاة، صحيح، في تفاصيل الزكاة، لأنصبة الزكاة ولمن تعطى الزكاة، وبالتالي لما تقاربها فقهيا الأحكام كثيرة جدا. وهذا يعني لما تقاربها من حيث الفقه، يعني قائم بذاته فقه الزكاة، فقه الزكاة باب كل مذهب فقهي، هو من أروع الكتب أيضا. نعم، للشيخ كل القرضاوي كتب نعم في فقه الزكاة، رسالة دكتورة أظن، رسالته في الدكتورة، نعم رسالته العلمية دكتورة خدمها في الزكاة. في نفس الوقت كل باب فقهي لمن أراد أن يتفقه إلا وأوجد تفاصيل الأحكام في هذه الزكاة. كل آية قرآنية إلا وتطرق لها المفسرون، ذكرت فيها الزكاة إلا وتطرق المفسرون إلى تفاصيلها، من حيث اللغة، من حيث الشرع، من حيث الفقه تفاصيل، وحتى من حيث الأثر الاجتماعي والنفسي سميه الاقتصادي والمنفعة العامة للمسلمين. مال مخصوص، بمعنى مال، كل شيء ذو قيمة هو مال، ينتفع به فهو مال، وبالتالي في المال لا يشمل فقط النقود، يشمل الحلي. عندنا في حتى في الدارجة والعامية الجزائرية هناك من يقول يعني للغنم، الغنم ملك، باش يقولوا المال. المال عرف، هذا العرف، هذه اللغة الحقيقة العرفية، هي العرف، والعرف معتبر شرعا، فالعرف هو اسم المال، هو الحيوان. وبالتالي نجد بأن الزروع هي مال. نعم، الحصاد هو مال، يعني كل شيء ذو قيمة، ذو قيمة متقوم ينتفع به صاحبه يسمى زكاة، يسمى مالا، وبالتالي تكون فيه الزكاة بشروط مخصوصة وقواعد مخصوصة. جميل، بارك الله فيك بروفيسور. أمس زملائنا في الأمس كانوا تناولوا الزكاة من المنظور الاقتصادي وتأصيلاتها الاقتصادية، اليوم إن شاء الله احنا بصدد تناولها من الناحية الاجتماعية وفوائدها من ناحية التكافل وما تخلقه من مشاريع تنموية في فعل الخيرات كآلية من آليات تظهر فيها تكافل المجتمع فيما بينه. دكتورة سامية قطوش، فوائد الزكاة من الناحية الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية مجددة لكم جميعا، وسأذكر تحية للبروفيسور عقيلة حسين والأستاذ الدكتور زغداني والأستاذ علي بوناب، ولك نوفل أيضا، وتحية إلى كل المشاهدين الأفاضل. أعتقد أننا عندما نتحدث عن موضوع الزكاة بالذات، العنوان كان جميل جدا، عنوان هذه الأمسية، أعتقد بدون مجاملة، ولكن في النهاية يؤصل إلى أن الزكاة هي التأمين الاجتماعي الأمثل في المجتمع، ولعل هذه المقاربة قد تشرح أو تفسر كثير من الاختلالات التي قد تحدث هنا وهناك في مجتمعات الحضارة وفي مجتمعات العولمة، والتي أفرزت في النهاية جملة الأنظمة الاقتصادية التي تتحدث عنها أدبيات الاقتصادية، أفرزت جملة من الثغرات والاختلالات
الاحتلالات بدا فيها ان الزكاه هو النظام او هو التامين الاجتماعي الامثل للمجتمع، ومن ثم يجدينا نفعا ان نقول ونصرح او نصارح انفسنا بانه يعجز او تعجز المجتمعات مهما بلغت من ثقافه اقتصاديه ان تجد مثيلا اخرا لنظام الزكاه ليحل مشاكلها الاقتصاديه، او بالاحرى ليحقق هذا الاستقرار الاقتصادي الذي لا تشوبه شائبه والذي تطمئن له الانفس باعتبارنا من المفروض مجتمعات مسلمه. هناك الكثير على فكره استاذه، خاصه المفكرين الذين ظهروا فيما يقال ما بعد الحداثة، صحيح. مجتمعات ما بعد الحداثة نظروا بعين الإكبار وكما يقولوا ضربوا سلام تعظيم لما وقفوا على آلية الزكاة كآلية من آليات التكافل في المجتمعات، فقال لك يعني مهما بلغ الفكر الإنساني بالمطلق يعني لا يستطيع أن يضاهي أو يعني يحدث آلية تضاهي في جمالها آلية سبحان الزكاة. الله كيف لا نوفل، وهو خيار الله، وهو خيار الله الذي ارتضاه للبشر، وهو من وهو اللي خلق سبحان الله هذا البشر ويعرف الذي يناسبهم. ونقول لك مازال يزيدوا يضربوا سلامات تعظيم تعظيم كبيرة وطائلة، واعتقد أننا بدون مبالغة وليس من منطق نقول لك عقدة الانتساب للأمة فقط أو عقدة مثلا التحضر، ولكن ضمنيا الذي نشهد له بأن تطبيقات الزكاة على مستوى الواقع الاجتماعي أظهرت ثمارها. ضف إلى ذلك، خلينا بعد يا سيدي على الجانب الاقتصادي ونترك له مختصيه ومحلليه وقد فعلوا كما تفضلت ذلك ربما قبلنا. يعطيك الصحة. دعني وصف ذلك سوسيولوجيا. نحن نعرف أن أزمة المجتمعات اليوم في زمن العولمة هي ما نسميه بجدل الاستقرار، جدل أيضا الفوضى الاجتماعية والنفسية التي تعيشها المجتمعات اليوم برمتها. أقول لا يرتبط ذلك بالضرورة بما يحدث سياسيا على مستوى الأوطان في الناحية الإقليمية أو في مختلف مناطق العالم، ولا أيضا بالناحية الأمنية بالضرورة، ولكن ضمنيا أيضا بعض العوامل الاجتماعية، كل المتغيرات الجديدة التي أفرزتها التكنولوجيا وأفرزها أيضا التطور السريع الذي أصبحنا نشعر بأنه يسبقنا بخطوات وبساعات وبأيام وبليالي وبالكاد نشعر بأننا يمكن أن نلحق به. كل هذه المتغيرات التي أفرزها الواقع الاجتماعي اليوم أصبحت أيضا تفرز بمعيتها جملة من الإرهاسات، قلق اجتماعي كبير جدا للأسف الشديد، تراجع بعض القيم التي كانت توحد المجتمع بطريقة ضمنية كبيرة جدا. نعطيك مثال على ذلك، التلاحم الاجتماعي كان صفة المجتمع المسلم. خلينا نكون في مجتمعنا الجزائري ونكون واقعيين ونعطوا هذا التوصيف الاجتماعي. في مجتمعنا الجزائري كانت فكرة الضمير الجمعي نسميه بالمصطلح السوسيولوجي هو الآلية ولا آلية الردع التي يمكن أن تصنع أيضا أو يمكن أن تردع الاختلافات والفروقات ويمكن أن تصحح العطب في نقول لك التفاوت الطبقي. بمعنى أنه ما كانش يشعر الفقير بأنه فقير بهذه الحدة التي يشعر بها الآن في تسارع الفجوة بين الفقراء والأغنياء. تعرف لماذا نوفل؟ لأنه الضمير الجمعي هذا كان يصنع نوع من اللحمة الاجتماعية، بمعنى أنه حتى الفقير كي يكون موجود يقدر يأكل ويقدر يشبع. لماذا؟ لأنه هذا الآخر الذي نماه الضمير الجمعي، كي نقول الضمير الجمعي بكلام أبسط هي الروح الجماعية التي تسود في المجتمع، يعطيك صحة، التي تسود في المجتمع والتي ترعاها القيم الاجتماعية. لأنه كي نقول روح جماعية ولا روح فردية هي في النهاية صناعة اجتماعية، من يصنعها هو هذا الموقف الاجتماعي الذي نتبناه نحو الآخر، وهي مزيج من العادات التقاليد الدين كل ما هو يعني يدخل ضمن الثقافة في إطار الذي يصنع. والجميل في مجتمعنا أنه الحمد لله على ما فيها من على ما فيه من مبالغة، على ما يمكن أن نجده من مبالغة في قضية العرف الاجتماعي، ولكن مع ذلك فيه واحد السنفونية جميلة جدا بين أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا وبين النص القرآني ومواقف السيرة النبوية، على ما فيه في كثير من في بعض الأحيان من ترهلات هنا وهناك، يعني فيه مبالغة في العادات إلى درجة أنه تشعر في بعض الأحيان فهمونا في كثير من المرات أنها مرتبطة بالدين، وربما في صغرنا كنا نعتقد باللي هي مرتبطة أو جزء من الدين، ولكن عندما تفقهنا في الدين عرفنا بأنه لا علاقة لها بالدين، وإنما هي موقف اجتماعي صنعه المجتمع وربطه بالدين فهما خاطئا للتدين الصحيح. ومن ثم الذي نقوله أنه الزكاة بدون مبالغة وكما تفضلت بإجماع الجميع
وخير فضل ما شهد به الأعداء. قلت لك يعني هذا كافكا، يعني من أكبر علماء الاقتصاد الاشتراكيين، يعني لما نظر إلى آلية الزكاة وكيفية تقسيم الميراث في القرآن دهش يعني بهذا التوصيف وهذا الجمالية، وأن كل واحد أخذ حقه والعدالة والعدالة الاجتماعية التي هي حلم كل فرد مهما كان غني أو فقير. لا يختلف اثنان في أن العدالة هي قيمة اجتماعية سامية. الذي تحدثه الزكاة هو تأصيل فعل العدالة الاجتماعية، لا باعتبارها قيمة روحية أو قيمة اجتماعية أو شعور محطة نفسية هكذا تشعرون بالأمن، ولكن باعتبارها أيضا ممارسة اجتماعية نعيشها يوميا. ولا أعتقد أن هناك أجمل من صور التضامن الاجتماعي والمساواة والعدالة الاجتماعية التي يمكن أن يعيشها الفقير عندما يشعر بأن الغني يحس به، وبالتالي لا يشعر بأنه يعيش حالة من الأبرتاج الاجتماعي وحالة من التهميش الاجتماعي. جميل، بارك الله فيك دكتورة سامية قطوش. دكتور علي بوناب، أثر الزكاة هذه الآلية الجميلة أيضا على الراحة النفسية، وعلى ما هو أثرها على النفس عموما لما الإنسان يقوم بفعل خيري؟ أنت كنت في الكثير من المرات ذكرت لي أنه هذا الخير هذا اللي راك تدير فيه خلينا أنه يسعد الآخرين وأنك تفتح أبواب الآخرين، بل أنه يضيف لك سعادة نفسية. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله مما نتعلمه من هذه القامات الطيبة المباركة أن نرحب، فنرحب مرة ثالثة ورابعة بعالماتنا الطيبات الجليلات وشيخنا ودكتورنا حفظه الله ورعاه. أستاذ نوفل تحسين، من أين تؤكل الكتف؟ رأيت دكتورة قبل قليل تصول وتجول في علم الاجتماع، فسؤالك هو استفزاز للتخصص، يعني ستكلم عن السيكولوجيا. أسامي أبدعت في جامعتي، أبدعت إن شاء الله. أستاذتي في الجامعة علم الإعلام الاجتماعي. كنت واطئ أستاذة. لا منذ سنوات أشهد له بالجدية. كان هو تعرف كيفاش كان أسلوب نوفل، صامت هكذا هادئ، ولكن عندما يحتاج إلى وضع البصمة يضعها في الإنشاء في محلها. ما شاء الله ما شاء الله. وتعرف أن أنتم أساتذة، تعرف باللي ليس أجمل شعور يشعر، ما كانش شعور يشعر به الأستاذ أحسن من أنه يجد أنه طالب هكذا أمامه يحاوره. أنا محظوظة اليوم. قلت لكم اليوم أستاذة قطوش تبدع، إنها تبدع. الله يخليكم، أنتم تلهمونني. أنا على حسب أستاذ بوناب، أنا على حسب الضيوف. بعض الأشخاص يلهمون. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن نظام الزكاة تكلم الآن قبل قليل هو نظام فريد من نوعه، هو عبارة عن برنامج دقيق. من وضعه؟ ورب العالمين. حتى الأمر الجميل حتى في جزئياته، جزئية هذا النظام من وضعها؟ هو الرازق الرزاق الذي يوزع هذا الرزق بعدالة جميلة ورائعة. لهذا يقول رشيد رضا، يقول لو صرفنا الزكاة كما يجب لقضينا على كل فقر مدقع وكل غرام موجع، ولكن لما نتحايل عن الزكاة النتائج موجودة عندنا. هذه الزكاة لو صرفناها كما أراد مولانا تبارك وتعالى في أبوابها والأصناف الثمانية فيها، ما هي أهداف مقصودة وهي من أهداف تبع الأهداف المقصودة، هي الفقير، هي المسكين، هو المحتاج. لما نعطي لهذه الأصناف التي ذكرها القرآن الكريم هي النتائج من ناحية سيكولوجية. لاحظ المنفق حينما يعطي، احنا من احتياجاتنا سيكولوجية، كل واحد فينا يحتاج إلى بما يسمى التقدير الاجتماعي. شوف كلنا نتسامح في بعض الأشياء، لكن في التقدير الاجتماعي لا نسمح، بل نبحث عن تقدير اجتماعي. الزكاة لاحظ معي الشيء الجميل، المنفق حينما ينفق ذلك المال في سبيل الله تبارك وتعالى فيرى ذلك المشهد من أخيه الفقير، ماذا يشهد؟ يشهد بتقدير اجتماعي من طرف الآخر. تقول لي كيف يعني؟ نعطيني مثال بسيط. كنا مرة جايزين، يعني كنا شباب، يعني شباب ثانوي، كنا رايحين أحد المقامات في مكان ما مع بعض الأئمة والأساتذة، مررنا على فيلا ما شاء الله، يعني انطق أحد اللي كان معنا وسان كبير، قال أظن هذا صاحب هذا الفيلا يعني من ماله حرام. قلت له وش فيه هذا يحكم على الناس؟ فإذا بنا نخطئ الطريق ونعود إلى تلك الفيلا ويدخل هذه الفيلا ويرى كيف صاحب تلك الفيلا بماله كيف يكرمه
وكيف يحسن إليه يخين تالي تقول بلي هذا البلا. لكن لاحظ يعني هذه الزكاة حينما نعطيها نزيل تلك الغشاوة عن الفقير وتلك النظرة الدونية أن كل غني أمواله حرام أبدا. قبل أيام في توزيع الزكاة من الصور النمطية في مجتمعنا يعني تشكلت هكذا يعني لا أدري ما سببها مشكل. الأحكام المسبقة هذه عن الناس مشكل. لكن الزكاة تقضي على هذه الأشياء أيضا. أحيانا تتشكل من الحسد لأن هناك تقصير الذي جاءت الزكاة لتعالجه. صحيح نقطة تاع الدكتورة الزكاة هنا دورها يعني حينما يعطي الغني للفقير الآن النظرة الدونية للفقير جهة الغني تزح فينظر إليه يقول بكل صراحة نظرة رحمة الغني ينظر الفقير عفوا ينظر للغني نظرة رحمتي قل كيف الأصل يعني لا نظرة الرحمة منطلقها هي الحب منطلقها أن هذا المال سيصاب لهم يعني من الفقير من الدعاء باستمرار قبل أيام أحد المحسنين حب يوزع مال مبلغ كبير يعني مبلغ ضخم من الزكاة اشترط أن يكون حاضرا هو بمفرقة الله نعم الرأي جاء اخترنا بعض العائلات يعني الفقيرة فحينما ذهب وراء ردة فعل تصور كيف الفقير امرأة من شدة الفرح ذرفت دموعا عبالك لما ترى الفيديو هذا والله اقشعره بدنك بدعاء من القلب جهة المحسن أظن أن ذلك المحسن في ذلك اليوم أخذ درسا عظيما لابد أن نحب الفقير ولابد أن نحسن إليه ليس من باب الطبقية وإنما من باب المحبة ومن باب الأخوة ومن باب التعاون ومن باب التضامن ومن باب طاعة رب العالمين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآن الفقير لما يأخذ هذا المال بما يشعر تتغير النظرة من النظرة الدونية إلى النظرة الإيجابية للمجتمع لا يحقد لا يكره لا يبغض بل يحب حتى أن يختم ذلك الغني. رب العزة تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان له نزعة للمال لكن الإشكال في هذه النزعة ما هي؟ هي كسب المال وعدم تحريكه مخالفا للزكاة. الزكاة هي حركية اقتصادية هي حركية مالية الطبع الإنساني هو جمع المال هو كنز المال هذه النفس وعلاقتها بالمال ومن يوق شح نفسه ربي يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذي أفلح من ناحية سيكولوجية هو الذي تحكم في ضبط مخارج السلوك من خلال صرف المال يعني إذا أردنا أن نهذب النفس أن نزكي النفس فعلينا أن نخرج من الأموال التي تحبها الأنفس يعني إخراج الزكاة وش معناه؟ معناه تهذيب للنفس معناه ضبط للشهوات معناه ضبط للسلوكات السلبية وبالتالي إعطاء إرادة وقدرة على التحكم في كل مخرجات السيكولوجية. نقطة رابعة حينما تنتشر هذه الزكاة في المجتمع هي صورة لا مثيل لها للتعاون الاجتماعي التآزر الاجتماعي تحقيق التعارف ما بين الناس تحقيق المحبة ما بين المسلمين. أنا قبل قليل في السيارة يهتف الهاتف محسن جزاه الخير من العاصمة بزكاتها بأموالها قالت أنا أريد يعني يتيم يحفظ كتاب الله وتفوق في دراسته أنا أتكفل به حتى ينتهي من دراسته الجامعية قلت يا سبحان الله هذا ما تفعله الزكاة وهذا ما يفعله المال أولا ندفع بالفقير نقضي على حوائجه نساعده على التكيف الاجتماعي لأنه إشكال الآن إشكالات كبيرة في المجتمع بين الفقير والغني يعني هذه الإشكالات من التي تهذبها وتروضها وتجعله في المسار الصحيح هي سبحان الله ذلك البرنامج الذي وضعه رب العالمين ففيه من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك دكتور على الشرح الماتع والرائع كعادتك دوما. سادي محمد زغداني أنا سأسأل سؤالين بشقين شق الأستاذ المختص في علوم الشريعة والشق الآخر الإطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نعم. سنتكلم عن أنه الزكاة هي من ما هو أفضل يعني هل أنها هي آلية لإغناء الفقير ولكن هل أفضل أن نوزعوها على عدد كبير من الناس من الفقراء أم لا نحكمها نعطوها لفرد فقط يعني حتى نغنيها وباش يدير مشروع يستطيع أن يخرجها من الفقر ويتحول وبذلك إلى مزكي السؤال بالشق الثاني هناك يعني أصناف الزكاة هي ثمانية معروفة
ومن بين الآليات التي ابتكرها صندوق الزكاة هي القرض الحسن. فعلى أي يعني أساس تم ذلك؟ تم ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بدوري يتشرف بالجلوس لرفقة هذه الوجوه الطيبة. الله يبارك فيك. لنتحدث في ركن من أركان الدين وفي واجب من الواجبات. ربما حينما نتحدث عن الزكاة كآلية من الآليات العلاج الاجتماعي للكثير من الأمراض النفسية كما تحدث الأستاذ، والاجتماعية كما تحدث الأستاذة، والشرعية كما تحدث الأستاذة أيضا، لابد أن نعي أنه الزكاة مثل ما أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة كما قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من حكم الصلاة أنها تنظم وقت الإنسان، فالزكاة أيضا من حكمتها أن تنظم مال الإنسان، مال الإنسان حتى لا يكون هذا المال يعني يصرف بين الأغنياء، أولا يصرف منه بدون أي ضوابط ويمسك منه دون أي ضوابط، فجعلت الزكاة كأنها محطة سنوية بالنسبة لكل إنسان عنده مال لابد أن يحصي ماله ليحسب ماله وما عليه، حتى لا يستدين، لأنه بعض الناس للأسف الشديد تلقاه يدخل في معاملات تجارية وفي مشاريع ومقاولات ودون أي حسابات، فيجد نفسه بعد مدة لولا أنه يدير أمبيلان كما يقال، يدير وقفة وحسابات، يجد نفسه قد غارق في الديون. فهذه الزكاة هي محطة إلزامية سنوية حتى الإنسان يجري دا ولا يحسب، نعم يحسب ما له وما عليه، ما هو مدان به فيسدد ديون الآخرين، وما هو له عند الآخرين من ديون فيسترجع ماله أو يكون في حسبانه على الأقل هذا المال سيرجع أم لا يرجع. فالزكاة إذن هي محطة اقتصادية كما تحدث كما ذكرت أساتذتنا البارحة، مهمة جدا، وهي محطة ذاتية للإنسان ذاته حتى يقيم ذاته من حيث علاقته بهذا المال كسبا وإنفاقا عطاء وإمساكا. ثم إن هذه الزكاة التي شرعها الله عز وجل لتكون أيضا نظاما حتى في جمعها وتوزيعها، النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، جعلها منوطة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد حياته، ثم بشخص من يخلفه وينوبه بعد مماته وهو خليفة المسلمين، فأصبحت الزكاة هي مسألة من مسائل السياسة الشرعية ومسائل الحكم، وليست مسألة اجتماعية متروكة لصاحبها، حتى أنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من حارب المرتدين الذين منعوا الزكاة وقال لا أقاتلنهم ولو منعوني عقالا، كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس الذين أرادوا أن يتنصروا، الذي يربط به، نعم الذي يربط به البعير، يعني شيء ليست له أي كذب، عناقا، نعم، والعناق هو صغير الناقة. فأقول أنه الذين أرادوا أن يتنصلوا من الدين قالوا الله عز وجل قال خذ من أموالهم، خاطبوا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتهى موضوع الزكاة فإننا لا نعطيها، فأثبت لهم ولنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن المسألة ليست مسألة متروكة لذات الشخص أو أنها مسألة تطوعية أو ركن بين الإنسان وخالقه الذي ورثناه بعد سقوط الخلافة الإسلامية وعدم قيام من يقوم بالمقام الذي يجمع فيه الزكاة. فسيدنا أبو بكر حارب المرتدين لأنهم منعوا الزكاة، فتصبح الآن الزكاة ليست مجرد عبادة إنما هي مؤسسة، ولهذا في بلدنا يعني في البلاد الإسلامية بشكل عام مؤسسات جمع الزكاة وتوزيعها قائمة منذ سنوات عدة. احنا في بلدنا بحمد الله سبحانه وتعالى الاستخراب الفرنسي الذي جاء بعد الخلافة العثمانية كسر كل المؤسسات الدينية بما فيها المسجد الذي كان يحارب فيه اللغة ويحارب فيه القرآن ويحارب فيه التدين ويضيق فيه على كل ألوان التدين، يعني استدمار بمعنى نعم الكلمة، هو استخراب واستدمار، يعني ليضع الأرض خرابا ودمار في حد في 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 آن واحد. فأقول مؤسسة الزكاة نشأت في 2003 كتجربة، ثم الآن هي في سنتها 15 بالميلادي والسابع عشر بالهجري، يعني احنا دخلنا الحملة 17 لصندوق الزكاة. فهذه الزكاة حينما تكون مؤسسة، قبل أن نجيب هل نعطيها لواحد أم اثنين، كيف نجمعها وكيف نوزعها؟ هل من الأفضل أن تكون هذه داخلة في الأعراف الاجتماعية كما ذكرت الدكتورة الفاضلة
أنه تعطيها متى شئت وكيف ما شئت، أم نقيم لها مؤسسات. وهنا أثني على التجربة التي كانت قبل صندوق الزكاة، وهي تجربة الحركة الجمعوية التي نتشرف بأن يكون معنا الأستاذ علي بناب وهو أحد روادها، أنه هذا الخير الذي أستطيع أن أفعله بمفردي، أني أدق باب جاري لأعطيه لقمة عيش، أنه في مناسبة من المناسبات في عاشورة في رمضان ولا في المولد ولا في غيره، أن يكون في هذا التكافل الاجتماعي الموجود بصفة طوعية أنظمه بشكل أنه عوض أن الناس كلهم يذهبون للذي يعرفون أنه فقير ويتركون الذي تعفف عن طلب الناس، والذي قال فيهم الله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فتأتي هنا مؤسسة الزكاة التي نبعت من المسجد. المسجد ما من حي إلا وفيه مسجد، وما من مسجد إلا فيه ثلة هي تقوم على بناء المسجد وتعرف سكان الحي. بالتالي من هنا جاءت فكرة أنه المسجد مثل ما هو محور الصلاة بالنسبة للناس 5 مرات في اليوم والليلة، مثل ما هو محور الصيام وتراويح وغيرها، مثل ما أنه محور جمع الناس مرة كل جمعة، مثل ما أنه محور العيدين في كل مناسبة وفي هاتين المناسبتين العظيمتين، يكون محورا للزكاة حتى يكون تكون هذه الشعيرة شعيرة منظمة وليست شعيرة يعني هكذا متروكة لأصحابها، إن شاءوا أدوها وإن شاءوا لم يؤدوها. والدليل على هذا أنه في حملات الزكاة خصوصا في السنوات الأولى، الحمد لله الآن وسائل الإعلام مثل قناتنا الطيبة قناة الخير وغيرها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقروءة وغيرها، في السنوات الأولى التي كنا ندق على أبواب الأغنياء لنذكرهم بشعيرة الزكاة، وجدنا الكثيرين لا يحسنون كيفية حساب الزكاة. يعني هذا اللي ما يعرفش يحسب الزكاة فأنا يدفعها، صح. وبعض الناس يقول أنا خلاص أنا أعطيت الصدقة دون نية الزكاة، وهذا فيه ما فيه. والبروفيسور هنا يتؤكد أنه العبادة بنيتها. أنا مشي نصلي ركعتين قال لك صليت، والله أنا صليت ركعتين بلك الفجر بلك الصبح، لا، تنوي قبل إقامة الشعيرة. فأنت قبل أن تخرج هذا المال اللي أنت ناوي باش تفرج على الفقراء والمساكين وهذا تحصيل حاصل، لابد أن يكون فيه نية الزكاة محسوبة بدقتها ومحسوبة بعددها، لأنه إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص لفئة مخصوصة، ماهيش قضية أنا أتبرع وأعطي كيفما شئت. قد الإنسان يعطي نصف ماله بغير نية الزكاة ولا تجزئه ويلقى الله عز وجل وقد نقص ركن من أركان دينه للأسف الشديد. فهنا تأتي ركن الزكاة وصندوق الزكاة حتى يبين للناس شعيرتهم ويلتف الناس حول هذه الشعيرة التي لابد أن تظهر. الله سبحانه وتعالى في الصدقات قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وهذا من الصدقات التي إن أظهرت فنعم ما يفعله الإنسان. إن هذه شعيرة من شعائر الدين، مثل ما نرفع الأذان إذانا بدخول الوقت حتى نعبر على أننا مسلمين، فكذلك ندفع الزكاة في هذا الإطار حتى نعبر أننا مسلمين. يبقى المسألة الثانية اللي هي هل نعطي لواحد أم نعطي لغير، أمر يعني الفقه فيه ساعة وبحسب ما تتحقق به المصلحة. ربما حينما ننظر إلى إنسان أوتي بسطة في الجسم ولم يؤت بسطة من المال، ولو أوتي شيئا من مال لتحول هو في حد ذاته إلى إنسان يستثمر المال فيصبح من المزكين، وهذا هو الشعار الذي أخذه صندوق الزكاة منذ بدايته إلى يوم الناس هذا، لا نعطيه ليبقى فقيرا إنما نعطيه ليصبح مزكيا، عوض أنه نعطيه لقمة عيش تكفيه أيام وليالي، نعطيه شيئا من المال الذي يسترزق من خلاله ويستثمره حتى يحوله إلى هو في حد ذاته إلى مزكي. اختلف الناس هل نقرضه أم نعطيه، ففي الأمر سعى. إذا كان من مستحق الزكاة وأخذ زكاة هذه الزكاة واستثمرها وتحوله إلى مزكي، فهذا تحقق المقصدان، مقصد الإغناء ومقصد أن يتحوله الآخر إلى الزكاة. إن أرجع المال على أساس أنه متعفف، أنا لا أريد أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد هجرتهم إلى المدينة قاسمهم إخوانهم من المهاجرين الأنصار عفوا أموالهم ودورهم وسكناتهم وكل شيء، منهم من تعفف قال أمسك عليك مالك دلني على السوق، أنت كثر خيرك أعطيتني عبد الرحمن بن عوف، نعم دلني على السوق وريلي سوقك وخاطيك أنا أحسن السباحة في السوق، فحتى ولو بأبسط التكاليف. وهذا ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الذي جاءه أشعث أغبر قال ما لك شيء في دارك، قال أملك حلسا وقعبا، قال فأتني بهما، فمن يشتري مني هذا، باعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين، قال له ما هذا فتجر به وما هذا فاشتري به
قوتا لعيالك. ورجع بعد أيام الحبل والاحتطاب وغيره، رجع بعد أيام وقد تحسن حاله. هذا ما نريد، هذا ما يعلمنا إياه ديننا، أننا صحيح أننا من خلال الزكاة قد نضمد بعض الجراحات، بعض الأشياء الضرورية، بعض الطوارئ، ولكن هذا لا يكفي أن نحول الزكاة أو نحول الفقير الذي يتطلع إلى الزكاة إلى إنسان مديد ويريح ينتظرها من موسم. نعم، يده ممدودة ويده سفلى إلى أبد الآبدين. يا كما قلت، هي آلية، بارك الله فيك على هذه الكلمة أستاذ محمد زغداني، هي آلية لتضميد الجراح. نعم، استسمحك في عبارة فقط أسرقها إن سمحت من دكتورة سامية، أنه الاستقرار الاجتماعي توفره الزكاة. أنا أقول توفره أكثر مؤسسة الزكاة. لماذا؟ لأنه الفقير الذي في غياب مؤسسة قد يطرق بابه طارق يعطيه مال، قد يريق ماء وجهه بطرق هو أبواب الأغنياء من أجل أن يأخذ مالا، وقد ينسى. نعم، وقد ينسى، ويحكي على المذلة اللي ربما نعم المذلة اللي فيها امتهان له، تلك الطوابير التي يشاهدها الناس أمام أبواب الأغنياء. فهذه قد هذه التي، وهذه ليست من إبهار الزكاة. بطبيعة الحال هذه تفسد هذه الصورة التي ذكرها قد كذلك. نعم، وهذا ليست نعم. وصندوق الزكاة جاء من أجل أن يكون ضمانا، مثل ما قالت الدكتورة، هو الزكاة هي ضمان لضمان اجتماعي في التكافل، في أجمل صوره على العموم، على عموم الناس المسلمين. لكن إذا خصصنا فردا هذا الفقير وهذا الفقير وهذا الفقير في عموم المجتمع، إذا كانت الزكاة غير منظمة جمعا وتوزيعا، فقد ننسى هذا ونغفل عن هذا ونذهب كلنا لذاك. صح. فتأتي الزكاة هنا وصندوق الزكاة ليرتب، قال الفقراء في هذا الحي هذا عددهم، المتعففون الذين لا يعرفهم أحد، الذين لن يمدوا يدهم مهما طلبهم الفقر، هم فلان وفلان وفلان، في المواسم نعطيهم ما يكف ونضمد جراحهم. من كانت له حرفة نعطيه من المال ما يستثمر. سأعود إليك أستاذي محمد زغداني، ومشكور على هذا الشرح وهذه الرؤى والمقاربات الرائعة في وصفك. وسنعود إلى آليات لمعرفة هؤلاء الفقراء، آليات أخرى في صندوق الزكاة، وأيضا بالموضوع الزكاة عموما. بروفيسور عقيلة، الله يزيد فضلك، في رأيك لماذا القرآن الكريم والشريعة الغراء حددت المستحقي الزكاة هؤلاء الأصناف الثمانية ولم تتركها هكذا لاجتهادات الناس؟ هناك الكثير من المسائل، يعني الشريعة خلت متسعة ولم تضيق الأمر، ولكن هنا في الزكاة سمات 8 أصناف لا تاسعة لهم. لماذا؟ الله يبارك فيك. شوف أستاذ نوفل، عطفا على ما قاله الزملاء وعلى ما قلته وعلى الملاحظة اللي ذكرتها قبيل، أنه شهادة أحد الباحثين ولا الدارسين لمطلعين على شريعتنا اقتصاد سياسي، نعم نعم نعم، تكلم عن الميراث وتكلم عن الزكاة، وهما المال، وهما ينظمان النظام المالي في شريعتنا الغراء. نقول لك أستاذ، وقلتها قبيلة في الملاحظة، أن معلوم من الدين بالضرورة هناك أحكام الله سبحانه وتعالى وضحها بدقة، لم تكفى اجتهادا، مسائل العبادات، الصلاة والصوم والحج وغيرها، إلا بعض الخلافات البسيطة عند علماء الفقه في اجتهاداتهم. بعض المسائل تركت لأن فيها سعة، وهي كما نقول إحنا القواعد الشرعية، العبادات مبنية على التوقيف والمعاملات مبنية على الإباحة، يعني مفتوحة دائرة الإباحة في المعاملات أوسع من دائرة الإباحة في العبادات، وبالتالي هذا الضبط لكثير من المسائل. أولا زكاة ضبط النصاب، فكل سنة ينتظر المزكي النصاب المضبوط بدقة حسب سعر الذهب والبنك والتفاصيل المعروفة، يعني ما كانش اجتهاد فيها، ضبط توقيفية. نعم. ثم ضبط العام، وهو العام الهجري، معليش نزيدو كل مرة كما قلت انت نذكره، لأنه بعض الناس تقول لنا في جونفي نزكي، غير كما اتصلوا بي قالوا لي لا ماشي جونفي، السنة يعني حساب الهجري، لأنه بعد ينقص لك سنوات، لأنه الهجري أقل من الميلادي.
اثنين النصاب 2.5% ربع العشر، هذاك ربع العشر لا يتغير من عهد النبوة الى عهد الى عهدنا الى نهاية الحياة. الان هؤلاء الاصناف الثمانية سبحان الله، شوف نحسبهم فقراء ومساكين، وفرق الفقهاء بين الفقير والمسكين وضبطوها. وهناك خلاف، يقول لك الفقير الذي لا يملك قوت يومه، نعم، والمسكين الذي يملك قوت سنته، وتفاصيل شكون اللي اكثر، وتفاصيل وتفاصيل فقهيه. الا ان بدأ بهما كما قال لك الاستاذ، اولا الزكاه تسد، قالتها الدكتوره ساميه استاذ علي بوريس ذكرناها كلنا، تسد جوع الناس. فأنت قبل أن تتحدث عن استثمار وعن مال، الآية واضحة وصريحة في أن الفقير والمسكين، هذا الفقير والمسكين قد لا يجد ما يأكل، وأصعب شيء في الإنسان أن يكون في هذه المرحلة لا يأكل ولا يشرب. وبالتالي المسألة أن الآية الكريمة بدأت، وقال الأستاذ أنه إحصاء المسكين والفقير المحتاج بدقة، على اعتبار أنه واحد الله يبارك بصحته يقول لك أنا مسكين وأنا فقير، كيف أنت بصحتك مسكين وفقير؟ روح للسوق كما قال عبد الله بن عوف، روح حمل، روح لا لا، ويحب عمل معين. وهذا كذلك النساء، تقول لي أنا فقيرة، هاكي بصحتك لاباس عليك، فكري في اي شيء تصنعينه في بيتك. وكاين يعني كاين متسع من والله يا نوفل، غير كاين سيدات رباوا ابنائهم بالعجين، صحيح، تحيه كبيره لهم، في بيتها ما عندهاش عمل، ما عندهاش شهاده، ما عندهاش، لكن عندها اشياء بسيطه جدا. كاين امهات هذاك الطفل يروح يبيع ابنها، ابنها تسخره للبيع. ام احمد بن حنبل، ام العديد من العلماء، ام الامام مالك، يعني كانوا بشيء بسيط، بغزل الصوف ينسجوا يغزلوا يعجنوا اي شيء. وبالتالي لما نتكلموا عن الفقير والمسكين، إذا كان هو حبي يدير نفسه مسكنة وفقر، وبعد لا يستطيع أن يرتفع إلى مرحلة وين يقدر يكسب رزقه، هنا نحتاج إلى بحث وإلى تحري. العام الماضي اختصاص علماء الاجتماع والنفس، دكتور العام اللي فات دكتور بونب مطالبين ديرنا تحقيق استقصاء. لا لا أستاذ نوفل، وحتى المكلف المعطي الزكاة عندنا من قواعد الشريعة التحري، صحيح، الاجتهاد في تحري أين تغى زكاتك. نقول مشاهدينا جزاك الله خيرا، ويتحرى القبلة تالي كي يصلي، وينزع الشكوك في أي شيء، في وضوءه وفي قبلته وفي ستر لباسه وفي غيرها، يتحرى. وبالتالي لما يكون صندوق زكاة أو يكون جهة معينة، يمكن لا أعرف أي أتحرى، ولا أحسن اجتهد كمقدمة لزكاة مع نفسي أن أجد الفقير الصحيح. وبالتالي تأتي هذه الهيئة، يعني من فوائدها إذا شئت. فلما نأتي إلى تحري الفقير والمسكين، ولماذا الأصناف ثمانية؟ لأنه شوف أستاذ نوفل، تشمل كل المحتاجين والذين تدور حولهم دائرة الاجتماعية. ذاك الفقير فهو ليس له مال، لأن شوف الفقير مقابل الغني، دوكا كي نبداو نحسبوا فقير وغني، الفقير لا يبقى فقيرا في المجتمعات المسلمة بنظام الزكاة. هذا الكلام اللي ذكره أستاذنا بونب، اللي قالوا الشيخ المجدد رشيد رضا رحمه الله، قال لك لو طبقنا آلية زكاة لم يبقى الفقر المتقع، الفقر يبقى ولكن هذاك المتقع. شوف نوفل، وكل ما نديروا مؤشر، معليش الدكتورة سامية اليوم درنا مركز وبعد حنا ندوروا عليها، أهلا بيكي. كل واحد كل مره دوروا دوروا على الشريعه، من بعد دوروا على الاجتماع والنفس الى اخره. في المؤشر الاجتماعي احنا نقولوا بان الزكاه تعطى للفقراء، والفقير ما زال وراه الزكاه، صح، سؤال مطروح. بالتالي هناك مؤشر يقول لنا بان هناك تقصير مع الاسف الشديد في دفع الزكاه، هناك تقصير، وهناك تقصير، نعم خسائر كبير يعني. فيه قول مأثور إذا سمحتي، من هم من ينسبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله فرض في أموال أغنيائكم بقدر حاجة فقرائكم، وما عال فقراءكم إلا بتقصير من أغنيائكم. نعم أستاذ، والعدالة معادلة رائعة جد، الحسابات أستاذ نوفل، نعم، والعدل
العدل بمعنى أن يكون فقير وأن يكون غني، ولكن الغني يغني الفقير، فالله أغناه سبحانه. الله سبحانه وتعالى فضل أمواله، يعني هذيك ما عندوش حاجة لها، هذيك 2.5 لن تفقر الغني، ولكن من شأنها سبحان الله أن تغني الفقير. وكاين اللي يفاوض فيها، وكاين اللي يفاوض فيها، نحسبوا نعاودوا حسبوا لنا ماشي هكذا، عاودوا حسبوا لنا، وقيل قليل وقيل بزاف. لا لا، سناتي معك استاذ واستاذات نفصلوا تكملي تفصلي استاذة على الضريبه، كاين اللي يقول لك انا نمد الضرائب للدوله على نزيد نخرج الزكاه، كاين هناك من يحتج بهذا موجود او سناتي الى ذلك وموجودين. واستاذ نوفل كاين مساله يعني نروحوا في الفقراء والمساكين، نحسبوا معنا الفقراء والمساكين، وهؤلاء جوع وعطش ولباس واكل وشرب، وبالتالي الضروره يعني نسمي كرامه الانسان تقتضي ان لا يكون هذا جوع وعطش ولباس وغيره وتطبيب. عندنا انما صدقات الفقراء والمساكين عاملين عليها، عندنا والعاملين عليها العاملين عليها العاملين عليها وحكمه العاملين على حكمه الفقر والمسكنه موجوده. حكمه العاملين عليها قد يكون من العامل على مسكينا وفقيرا، واحد هو لا يشتغل هو مسبب لان يشتغل، لو تعرفوا طريقه جبايه الزكاه. نعم صحيح. ليس في مثل زماننا صحيح. ان يحسبها ويتنقل، عندك دواب، عندك شكون يقول لك قبيله زروع، قمح، شعير، عروض تجاره، اشياء كثيره جدا، وبالتالي والخطر كان فيها خطر ايضا، خطر ذلك الزمن انه الانسان يخاطر بنفسه في الفلات وفي الصحراء وقطاع الطرق وراه في مهمه لجمع المال. وزياده على ذلك تعطيه الزكاه حتى تغنيه الا يسرق لك من مال الزكاه. نعم حتى يعني فهو يجمعها ويراها ويعدها ويحسبها، وبالتالي لما ياخذ هي اليات انك سد هذاك هذاك الجوع ولا الطمع اللي في كل نفس بشريه. هذه اليه جميله انه جعل له النفسي والعلاج النفسي والعلاج النفسي. استاذ نوفل كنا نتكلموا زاد بالك يبلوروا اكثر العاملين عليه المؤلفات ثم تكون ثم حتى تكون الزكاه مؤسسه مؤسسه لابد ان يكون عامل عليها حتى تكون مؤسسة. صحيح في زماني يتوظف. نعم صحيح في زماني الان كل شيء قائم على التطوع، الان في مجال الزكاه كله قائم على التطوع، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتطع لهم هذا راتبك الشهري من الزكاه. من العدل. ثالثا المؤلفات قلوبهم. نعم المؤلفات قلوبهم هم او قلوبهم هم غير المسلمين في بلاد المسلمين، ولا حديث عهد بالاسلام الذين إن أعطيتهم كففت عنهم أولا الردة، كففت عنهم حب أنك أغنيتهم بتل أصبحوا يحبون الإسلام، دخلوا في المجتمع المسلم فشجعوا، ومنهم من الفقراء الذين ممكن يكونوا من المؤلفة قلوبهم. ثم عندنا هادو ربعة زيدوا في الرقاب العبيد، وعادة العبيد في تاريخنا الإسلامي من الناس من الفئة التي فيها الكثير من الظلم، يقع كثير من الظلم، ولعل هذا السيد الذي يملك مالا ولكنه يهين عبده فلا يكرمه، وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى لهم نصيبا. آلية هي من آليات تجفيف منابع العبودية العبودية واستغلال الإنسان والضغط على الناس وغيره. وإذا كان فصلنا هاد الناس عن المجتمع وعن الزكاة وعن كرامتهم كبشر يصبح الأمر من الظلم الخطير جدا. نعم. عندنا هادو المؤلفات سمي لي دير في الرقاب والغارمين. نعم الغارمين اصحاب الديون. شوف كل محتاج يعني كل محتاج في صنفه يعطيك الصحه، كاين اللي عسانة على الدوام وكاين هذا ربما والغارمين في مرحله مؤقته. نعم نعم هناك الذي محتاج وهناك الغارمين اصحاب الديون، تراكمت عليهم ديون وبالتالي افلسوا والناس يطالبونهم بديونهم، ففي مال الزكاه سعه لهم، وبالتالي هذه السعه الموجوده لهؤلاء المديونين وهؤلاء الغارمين يمكن ان يؤخذوا من مال الزكاه. والاخير في سبيل الله وفي سبيل الله نعم. وابن السبيل عفوا وابن السبيل نعم في سبيل الله وابن السبيل نعم وفي سبيل الله وابن السبيل هنا توسعت الزكاه. أين المثال التاريخي سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما
الأمير عبد القادر الجزائري. الأمير عبد القادر الجزائري فيما بعد عندما أصبح الزكاة أين الفقراء، أين ابن السبيل، أين كذا، وبالتالي لم يجدها فأرسلها إلى بلاد بعيدة، وبالتالي يوم ما يمكن أن نستغنى في الفقراء والمساكين والمعوزين والمرضى والمعوقين الكفيلين جدا هؤلاء المحتاجين بقوة إلى الزكاة، يمكن أن تكون في سبيل الله منفذ رافد آخر جائز في أمور الشريعة أن ننتقل كما كان يقول الأستاذ إلى شبان، استثمارات، أعمال في العلم، يصبح مال الزكاة في الأوقاف رأس مال آخر في سبيل الله. يعني هي كلمة واسعة في سبيل الله، بدي مش حبيت في سبيل يصبح الاجتهاد تاع الزمان تاعنا تقولك في سبيل الله، يعني في سبيل الله كلمة يعني واسعة، ولله هذه من رحمة الإسلام. نعم، وبالتالي هذا النوع من الحصر أن من يحتاج الزكاة كل فئة من فئات المجتمع تتوفر فيه صفة من هذه الصفات أو صورة من هذه الصورة، جعل المكلف الله سبحانه وتعالى أعطى المكلف أن يجتهد في البحث عن هذه الأصناف الثمانية لكي يعطيهم هذا المال. نعم، بارك الله فيك سادة. سادة سامية، لو نتكلم أيضا، تكلمنا عن أنها فائدة جمة فيها فوائد كثيرة للمجتمع، أيضا يقال عن الزكاة أنها آلية أيضا من آليات رأب الصدع في المجتمعات، ولكنها أيضا عند بعض الناس يشوفوها باللي يقول كان راك دفعتني أمرين كما كنا نحكم قبل، راك دفعتني الضريبة وزيد دفعتني الزكاة. هل كيف نستطيع أن نقنع هؤلاء الناس أن هذه لله وهذه لقيصر؟ سبحان الله، جميل التوصيف اللي عملته نوفل. شوف، دعني أقول إذا سمحت لي نعرج على واحدة النقطة تاع الأساتذة. قالت لي وصاتنا دكتورة عقيلة مقبل، قالت لنا كل واحد يدور في دالته. جات دالتي دوك. خليني قبل ذلك إذا سمحت نعرج على واحدة النقطة إضافتها كذا خفيفة في ثلاث نقاط، وأعود إلى الإجابة إذا على سؤالك إذا سمحت. كنا نتحدث وسأتلقف منك الخيط مقبل، تلقفوا مني الأستاذ زغداني، الآن سأتلقف منك الخيط. قلت واحد العبارة تجفيف منابع كذا. أنا نقول لك باللي الزكاة كنظام تأمين اجتماعي تساهم اليوم أيضا وتساهم في وجودها وفي حياتها كآلية نقول ردع، أيضا تساهم في تجفيف منابع العنف. هذه الظاهرة التي اليوم تعتبر أقول جدل المجتمعات وهاجس المجتمعات، يعطيك صحة، معضلة الأوطان كلها. نقول لك لماذا؟ لأنه الفقير في النهاية، حتى نكونوا موضوعيين وواقعيين، الفقير في النهاية أنا أتصور باللي مليح يحكي لنا فقير على المشاعر الحزينة اللي يعيشها. الفقير في النهاية يعيش حالة إقصاء اجتماعي رهيبة جدا. لازم نقولها ولازم نواجه أنفسنا بأنه أقصى المشاعر حزنا التي يمكن أن يعيشها الفقير هو حالة التهميش والإقصاء التي يمكن أن يعانيها من الآخر. ومن ثم لو كان الفقر رجلا لقتلته، لقتلته تماما. وبالتالي احنا المشكلة، وإذا نتكلم عليها الأستاذ بوناب قال لك النظرة الدونية والعقدة الدونية اللي ربما يشعره بها المجتمع لا يجد سبب كي يبدأ يخمم هكذا يقول كعلا إلا لأني فقير، هذا هو السبب. سامحني أنا معك في هذه النقطة، يشعره به الآخر، ولكن كونوا صراحة، يشعر هو في ذاته بسبب الفقر يشعر بالدونية لأنه معطل اجتماعيا عن ممارسة بعض الوظائف الاجتماعية، لأنه معطل أيضا على تعمير بعض الفضاءات الاجتماعية التي تكون تلبية حاجياتي. يعطيك الصحة، هذه خلينا على الأشياء اللي هي في الحقيقة حاجيات وحقوق أساسية، لأنه حتى الفقر والغنى يرسموا هما في حد ذاتهم مساحة تحرك خاصة. الغني عنده مساحة تحرك وبالتالي مساحة لممارسة حياته بأمان، الفقير عنده تهميش خاص به يتحرك فقط في مساحة معينة. ومن ثم الفقير وحده ورب سبحانه يعلم حجم التهميش الذي يعيشه، ولا ضرر أن نعترف بأن هذا التهميش متى كانت حدته قوية ستفرز لا محالة حجما كبيرا من العنف. ومن ثم أعتقد أننا ندور دائما لنفرغ إلى أن فكرة وقيمة العدالة الاجتماعية هي التي تحقق، التي هي التي تتحقق بفعل الزكاة كيفما كان شكلها والأشكال اللي تحدثوا عليها الأساتذة الأفاضل كثيرة. نقطة أخرى حبيت نقولها لك، أنه في النهاية الزكاة كنظام
أو كضمان أو كنظام الضمان الاجتماعي الأمثل والجميل في أروع صوره الذي تحدثه هو ما نسميه أو ما أصطلح شخصيا على تسميته بأنسنة المال. لماذا؟ لأن نعم. المال سبحان الله يفرز نوعين متضادين وفي كثير من الأحيان من المشاعر النفسية، إما يفرز بالنسبة للغني والفقير سبحان الله، على مستوى الغني على مستوى الفقير كما ذكرت سالفا وكما أشار إلى ذلك الأساتذة الأفاضل، يمكن أن يفرز نوعا من الوحشية ناجمة عن مشاعر السيئة والاتجاهات السلبية التي يعيشها بسبب التهميش وهذا الأبرتايد الاجتماعي الذي للأسف الشديد يتفنن كثر في تفريغه هنا وهناك تجاه الفقراء. هذه واحدة، ومن ثم نبتعد عن أنسنة المال من هذه الناحية. في الجانب الآخر بالنسبة لفئة قبل الأغنياء، الجانب الآخر معنا اتصال، احنا الآن اتصال السيدة العزيزة على قلوبكم وقلوبنا جميعا، هي السيدة أم محمد من معسكر. السلام عليكم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وقول من رب الرحيم. السلام على مجلسك الطيب ابن نوفل، ونبارك لك هذا المجلس، والله حباك الله بهذا المجلس، تحمد ربي صباح وعشية ابن نوفل. الله يسلمك، أنا لا أستمع جيدا، لا أعلم أنه هل من عندنا ولا لا أستمع جيدا. السلام عليكم، تسمعوني الآن؟ نعم نعم. تسمعوني الآن جيدا؟ نعم الآن أحسن. نعم الحمد لله الحمد لله. قلت هنيئا لك هذا المجلس ابن نوفل، هذا المجلس بين العلماء. أولا سلام على معلمينا الأستاذ علي بوناب والأستاذ محمد زغداني، وعلى حبيبتي الغاليتين دكتورة عقيلة حسين والدكتورة سامية قطوش. إن شاء الله يا ربي يجمعكم ربي هكذا كما جمعكم في الدنيا في قناة الخير، أن يجمعكم في الآخرة في الجنة بإذن الله في أعلى عليين. يجمعنا كلنا بإذن الله. وإياكم وإياكم إن شاء الله يا ربي، والسامعين والمشاهدين إن شاء الله يا رب. أمين. على كل حال يسعده اللي خرج الزكاة ابن نوفل، يسعده اللي خرج فقير من الفقر، يسعده اللي أسس لي لمنظومة ما شاء الله، منظومة حتى يؤكد انتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أقوال التي قيلت نحن أتباع محمد عليه السلام ونحن المؤمنين ونحن المسلمين ونحن، ولكن نفتخر بأننا نحن أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يكون حبيبه أن يخرج فقيرا من الفقر. وأكبر طريقة هو هذا الركن العظيم الذي سماه الله عز وجل بأي تسمية، الزكاة الصدقات. حتى في تعجبني آية ابن نوفل في سورة الأحزاب، عندما الترتيب الرائع جدا، والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، سبحان الله الترتيب الرباني كما 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 نرتبها كما رتبها الدين الإسلامي في الـ في الـ في الـ في الـ في الإسلام. اسمحوا لي على كل حال أنا مضطربة نوعا ما، فقلت إذا كان لماذا يتسألك يتسألك أختك والدكتورة سامية قطوش، قالت لك لماذا؟ خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، خير خير ابن نوفل، خير إن شاء الله. بعد تسألي عليها في الخاص، نتكلم معكم ونتعلم منكم إن شاء الله يا ربي، كل شيء يهون. آمين إن شاء الله يا رب، كل شيء يهون إن شاء الله، لا أراك الله بأسا إن شاء الله. أمين أمين أمين، ولكم بالمثل بإذن الله تعالى. على كل حال قلت في بعض نحن في العرف في 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 القوانين هذه الوضعية نجري ونسعى لتأمين السيارات وتأمين البيوت وتأمين كذا وتأمين كذا. كنت نسميها مع التلاميذ الزكاة عندما كنت أدرسها ابن نوفل، كنت نسميها التأمين الرباني، فهو تأمين فعلا، تأمين رباني فعلا. فهذا الركن القيم، هذا الركن الذي يلغي من المجتمع الصفات القبيحة من الغني ومن الفقير، من الغني كما جاء على 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 ألسنة الأساتذة المباركين، يعني الأنانية والأثرة وحب النفس والاستعلاء وكذا وكذا، ومن الفقير الطمع، من الفقير الحسد والغيرة وإلى غير ذلك. فهذه الصفات التي تؤدي بالفوضى في المجتمع، وكانت تكلم الأستاذة الدكتورة حبيبة الغالية الدكتورة سامية قطوش على الاستقرار الاجتماعي، إذا حاولنا نقضي على هذا
الصفات من 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 المجتمع، فأكيد أنه يسود السلم والأمان بإذن الله تعالى. اسمحوا لي إن كنت أطلت، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. آمين إن شاء الله. آمين في أمان الله. السيدة أم محمد من معسكر إلى العاصمة مع أخونا أحمد. السلام عليكم. أو السلام عليكم أخوي أحمد. السلام عليكم أخي نوفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحمد. ليك وسهلا، تحية ليك وضيوفك الكرام والكل عاملة معك ومشاهديك، هذه كل شيء مباركة. الله يسلمك، الله يبارك فيك. والله قناة القرآن يعني هذه الأمر هي تطرح مواضيع فيما يخص هذا الأمر تاع الزكاة. نعم. وهذا يعتبر يعني تذكير لأولئك الذين لهم حق فيهم الزكاة، يعني الذين لهم أموال وحق فيهم باش إخراج الزكاة يعني بشروطها. حتى تعطي لمحتاجها. شيء جميل جدا يعني قرأت القرآن هذا اليوم، قلت لك يعني ذكر في هؤلاء. تعرفش أخي نوفل، ربما هناك كاين من يعني كاين شوية تلاعبات فيما يخص هذا الأمر تاع الزكاة. نعم. كاين لما تلحق الوقت نتاع باش إخراج الزكاة هذه، ربما يشري عقار ولا يشري كاش حاجة ويقول لك هي تفادى باش ما يخرجش الزكاة. لكن الزكاة هذه تعتبر فرض. وهي في الفريضة يعني هي فرضك للثالث بعد الصلاة. شوف يعني يا ربي سبحانه وتعالى في كل القرآن يقول لك وأقيم الصلاة وأد الزكاة، هي الواجب على كل فرد مسلم أن يخرج هذه الزكاة ويعطيها لأصحابها، إلا إذا ما اكتملش النصاب ولا ما عند ما شروطها باينة يعني ولا ظروف توحى أي باينة. فيما يخص العمل. نعم نعم أخي نوفل. نعم خويا أحمد. نعم إذا ما زالت فكرة حتى لأنه الوقت يداهمنا خويا أحمد. يا أخو الله بارك الله فيكم وخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك، شكرا جزيلا خويا أحمد من العاصمة. تحية لك ولكل مشاهدينا أوفياء حصة مفاتيح. نعتذر من المشاهدين الكرام لأنه الموضوع له كما قلت في البداية أبعاد وتفرعات وأخذنا الحديث ونحن نسابق الزمن، لهذا ربما لم يكن المجال بشكل كافي وكبير للاتصالات، لهذا أعتذر باسمي وباسم طاقم مفاتيح لكم مشاهدينا الكرام. نكمل دكتورة حتى أعود للأستاذ بوناب. كنت قلت لي تكلمنا على جانب، مازال الجانب الآخر اللي تكلمنا على قلنا أنه هو آلية من آليات قلت لي التجفيف، ليس الرق فقط وإنما العنف. صحيح. وكنت ذكرت لك إشكالية تفكير الناس اللي يقول كنا مديت الضريبة يعني أمين حولي لزامبو الضريب وعلى نزيد نمد الزكاة. تماما. وانا حبيت نلحق لهذه الفكره انه انسنه المال في النهايه هي التي تتسبب او عدم وجود هذه الظاهره اللي هي انسنه المال، هي التي تتسبب في مثل هذه الصور النمطيه وهذه الممارسات التي تتحدث عنها. الغني مثلا للاسف الشديد عندما بعض الاحيان كيكون المال يعني كيكون الثراء فاحش الى درجه كبيره جدا ويمتنع الاشخاص عن دفع الزكاه في بعض الاحيان، الذي يحدث انه يتحول الامر الى نوع من الوحشيه ومن ثم يبتعد الشخص عن الانسانيه. من الذي يحدث هذه او باي سبب تحدث هذه الوحشيه؟ سلطان العظمه الذي يحدثه المال. نشوفوا في واقعنا الاجتماعي انه كثر من الناس، الحمد لله احنا كنقولوا هذا الكلام لازم ناخذه بعين الاعتبار، قناعتنا في برنامج مفاتيح وفي قناه القران انه النماذج المشرفه موجوده الحمد لله، وهي التي تعطي هذا الدفع وهذا الامل بالنسبه للافراد فرادى وجماعات على كل. بالتالي لا نختلف في انه النماذج المشرفة موجودة، ولكن لكي نكون مفاتيح للخير مغلقة للشر يجدر بنا أن نشير إلى بعض النماذج أيضا السيئة. قلت لك من بين أسباب عدم أنسنة المال أيضا هي قضية الوحشية التي تترتب عن الشعور بالسلطان العظمة، كأنه بعض الناس عندما يمتلكون المال سبحان الله يحسوا روحتهم باللي لازم ما خصهم والو، فتأتي الزكاة لتبرر هذا الشعور بأنه الفرد لازم يكون بمعية الله عز وجل، وتقول له الزكاة باللي لا، في هذا المال الذي يشعرك بسلطان العظمة تكسر الزكاة هذه العظمة، من حيث أنه في مالك مع أنك امتلكته بقوتك أو بجبروتك مع أنه حدث بفعل ذلك، إلا أنه يجب أن يكون فيه حق للفقير. ومن ثم أعتقد أنه مثل هذه الممارسات المتعلقة مثلا بأنه شخص يقول لك أنا دفعت الضريبة وعلاش نزيد ندفع الزكاة، أعتقد بأنها
مرتبطة بإشكالية وجدل إنسانية المال أيضا، إنسانة المال أيضا، لأنه الشخص اللي يعترف ضمنيا في قرارة نفسه بأنه في ماله حق للفقير ما يقدرش يقول بلي أنا دفعت الضريبة، لأنه الشخص اللي يكون تكون عنده إنسانية أيضا في تصريف ماله من المفروض أنه قد ما جت مناسبة لأن يفعل الخير أو أن يزكي قد ما يشعر بإنسانية أكثر. بالتالي الذي يحدث بأن الزكاة في كل مرة تسترجع أو تعيده إلى الفطرة، هذا الذي يحدث عندما نتحدث عن أنسنة المال أو عن الإنسانية، أين إنسانية الشخص من حيث تملكه لهذا المال. بالتالي كثير من الصور النمطية مش غير قضية دفع الضريبة أو عدم دفع الزكاة، كثير من الممارسات الاجتماعية التي للأسف الشديد نقدر نقول لك بهذا المعنى البسيط ولكن الجميل تحرم الشخص وتحرم الفرد وتحرم الإنسان من ممارسة الخير والعطاء في أرقى صوره، هي مثل هذه التصرفات التي في النهاية لا تبرر أي شيء إلا نزعته إلى الفردية. بعض الأحيان نوفل قد ما يملك الإنسان من مال، مع ذلك سبحان الله ربي ينحيله القناعة. وأعتقد أنه نفس الصورة تبرر بعض الممارسات اللي بعض الناس تلقاه ماهوش غني بزاف ولكن عنده مدخل ربما بسيط، دخل بسيط ولكن يعتبر نفسه باللي محتاج الى ان يتصدق. وحتى اذا وادي القناعه التي يقال عنها انها كنز لا يفنى. سبحان الله. صحيح. يعني اسمحك عدلا سيده الدكتوره سامي حتى اذهب الى استاذنا علي بوناب. سادي، هل الزكاة بما أنك أنت من أحد المسارعين والسباقين إلى الخيرات ورجل الخير، وهل تستفيد أنتم بصفتك أيضا؟ أنا الآن أحاكي فيك رجل جمعوي، هل تستفيد أيضا من أموال الزكاة في مشاريع خيرية؟ هل هناك أناس أغنياء ربما أنت جلست معهم عندهم المال وعندهم ربما لما يجي يخرج الزكاة يصيب الله يبارك يخرج له مال كبير، فلماذا لا يقترح عليه ناس أفاضل كما أنت وكما أستاذنا الدكتور فارس مسدور ووجوه الخير هذه المعروفة، تقترحوا عليه أنه يعني يوظفهم في مشروع خيري كبير وهذاك المشروع يكون هو يدير الاموال وفي نفس الوقت يصرف على 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 الفقراء وعلى الذين يستحقون ان يفتح فرص عمل ايضا. والله بارك الله فيك على السؤال، يعني من الاشكالات الواقعيه ونتكلم بكل صراحه ان لما نعطي للفقير 400,000 4,000 دينار ولا 5,000 دينار ما فعلنا شيء. صح. لان الاصل في الزكاه اغنوهم اعطيله. الاصل في الزكاه هو تقضي عن النسبة الإحصائية للمعوزين أو للفقراء أو للمحتاجين لابد أن تنقص ولو 1%، ولو مش عارف أن 0.1% الأصل هذا هو موجود. يعني العام هذا أنقذنا مجموعة من المحتاجين من دائرة العوز ودائرة الفقر إلى الغير عوز، هذا هو الأصل. نعم نعم هذا هو الأصل. يعني كيف يمكننا أن نرتقي إلى هذا المستوى؟ ليست مجرد عطاءات نعود الفقير أعطيني. هذا هو الإشكال. الآن على ما أظن شيخنا في وزارة الشؤون الدينية هناك أو بعض علمائنا أجازوا الاستثمار في الزكوات، هذه معلومات اللي رانا نعملوها. نعطيك من الواقع أحيانا يجي بعض المحسنين يجيب مبلغ كبير لكن مقسم في مبلغ بسيط. أراهم أنا أتصور هذاك النهار الفقير أو المسكين أو الأرملة في ذاك النهار يفضل هذاك المبلغ مال بسيط، دير له مشكلة. نعم قال وين راح يوجهها؟ لليمين ولا الاحتياجات؟ نعم. الاحتياجات نعم. الدواء، فاتورة، يعني احيانا تجي انا تقول ما عنديش مدفأة. انا بارح نقلب في الملفات الارامل وجدت يعني بعض الحالات يا شيخ شو لي مدفأة عدد كبير من مدى، يعني تصور مدفأة ما عندهاش، يعني تصور مدفأة ما عندهاش، ما تصور فما بالك بما هو اكثر من ذلك. نعم نعطيك مثال اخر الان، الصورة اخرى التي نريد لكنها صورة ناقصة. كنا مع أحد المحسنين جاب مبلغ ضخم، لما شاف تلك الأرملة في مقام السكن، في الحياة الاجتماعية، الظروف المحيطة كارثية، الرجل قال أنا هذا المال كله أعطيه لها حتى نقضي على أزمة الفقر عندها وأزمة ما ضخم يعني وطاولة. الآن الإشكال، هل هذا الفقير، هل هذه المرأة، هل هذه الأرملة، هل هي مؤهلة أن تنفق ذلك فيما يجب؟
أعطيك صورة بحيث جميل تبتعد عن الفقر استغل ذلك المال لإنقاذ سؤال الفقر. سؤال رائع هذا هذا مشكل صح أنه وقع أعطيك صورة نفسها بعض المحسنين ما لبس به أعطيناها لإحدى الأخوات لما رحنا عيطت والله فرحانة فين جبتي قالت لي فليكسيت بي وشريت المكياج ودرتها يا خويا اش قلت لي هذا هو مال الزكاة أنا ما جبتلكش وجه المكياج ولا على جالي يعني فليكسي ولا الطبال هذا أنا يعني بتعبير آخر لابد أن نؤهل الفقير لابد أن نؤهل الأرملة كيف تنفق هذا المال بحيث يضر عليها استثمارا يعني أنا نقدرش أنا أتصرف سدينا خلاص ننتقل إلى شيء آخر أنت إن شاء الله ما نزدوش نحتاجه أن نزيدو نشوفو فيك لأنه خلاص أعطيناك أغنوهم عن السؤال أستاذ نوفل إشكال أين هو الآن إشكال أين هو أموال الزكاة تعطى لها ما نقدرش أنا نصرف ما تقدرش صح نقدرش أنا نصرف لأن هالمال ينتقل من المعطي هذه الزكاة إلى الفقير إلى مستحقه ما نقدرش أنا نقول له ربما أقترح وربما متابعة مثلا أو مرافقة وهذا هو اللي كان سؤالي دوركم أنتم في المرافقة في الاقتراحات ممتاز يعطي لك شرعية المرافقة ممتاز. أيضا مؤسسة الزكاة مؤسسة الزكاة الزكاة يمكن أن تنسق لا يعني الشرعية تأهيل على أساس أستاذ بوناب المتعدد الاختصاصات لايباك تكلمت معك أنا قلت لك أكلم فيك الرجل جمعة ممتاز والله العظيم أستاذ ربما دكتورة هي أدرى دكتورة هي أدرى وشيخنا العمل ميداني يعطينا تصور كبير جدا ربما يعطينا بعض الافكار لا اجدها في كتاب يفرز اشكالات صحيح يفرز اشكالات نتعلم اكثر ومخالفه بعض الاحيان للابحاث والدراسات والدكتوراه في بعض الاحيان تخالف لان افرازات واقع تضبط امر وتلقى الواقع شيء آخر وضعيات اخرى بارك الله فيك دكتور احنا في العمل الخيري الان رانا نفكر قضيه الاقتصاد الاجتماعي ما نبقاش انا مع القفه ما نبقاش نعمل نعود وندرب مشكله اخرى لابد ان نقضي عليها لابد ان نقضي عليها نفكر في ما يسمى الإنتاج يعني مثلا أرملة نعطي لها جملة مشاريع هذه المشاريع نكونوها وقد كون عدة ما يقارب 50 أرملة تكوين من طرف المنتجة مش تقدر حسب تخصصاتها حسب تخصصاتها لما نكونوها ونعطي لها يعني بعض من المال فيما يخص هذا الباب الإنتاجي لما تأتي الزكاة تجد نفقا سهلا لما تأتي أموال الزكاة هي رأس مالها في رأس مال لها كيف يتم يعني يصلح مال الزكاة يصلح مال الزكاة في بيتها عبارة عن مؤسسة شوف أستاذ بوناب ربما نسالي رام يسمعوا فينا وكثير من العائلات المعوزة وكذا رام يقول لكم كيفاش حنا نستفادوا من هذا التكوين كيفاش نتأطروا يعني أو يسمع هكذا وماذا به حتى هو, نعم هو أو هي نعم يستفيد من هذا نعم إحنا كجمعية ولا كجمعيات أخرى موجودة على مستوى الترا وأنا أقولها بكل صراحة كل جمعيات الآن راهم في استعداد أن ينتقل من المرحلة صورة نمطية إلى الصورة العملية المنتجة لكن الإشكال أين هو أين أهل الخبراء أين الخبراء هم الذين يعني يقومون برسم خارطة الطريق لهذه الأرملة لهذا الفقر الآن الإشكال راه موجود هنا هناك رغبة هناك اهتمام هناك محاولات لكن لابد من أهل التخصص أن يعطونا هذه المعارف أن يعطونا هذه المكتسبات المعرفية حتى نزود بها الأرملة الفقير المسكين حتى يصبح صاحب مؤسسة صغيرة شوف لك مثال اليوم فقط أنا أتحدث مع أرملة قال أنا بشحال ندير الماشينة هذيك سنجر هذا شحال ندير تصور أنها ما بسيط يعني موش مال بدأت بها قضية ترى الآن انتقلت إلى قضية الكوات وراي تبيع الكوات عند بعض المحلات ولا عندها منتوج الآن راي تفكر قال أنا حبيت ما تكفينيش سنجر أنا حوس على ماشينة تاع 200 مليون الكبار هادو قلت لها باقي روح الشيخ زغداني مؤسسة لأنه هنا يولي العمل مؤسسات نعم حاول التكامل بين العمل الجمعوي وبين صندوق الزكاة والوزارة وبين وزارة التضامن شوف سادي ما توليش زكاة أستاذ 200 مليون ماشينة لا 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 أنا أتفق إلى رأي ماشينة
فيها. لا استاذ اللي ما يمد لها الزكاة والمشروع راهو ناجح، انا اتصور وراهي مأهلة معرفيا وذهنيا وعقليا، انا اتصور ان مال الزكاة راح يروح في بابه الصحيح. زيد من مثال اخر وقت. نعم. لا لا تفضل تفضل. بعد خلاص يعني بلا بالمال هذا ما اليوم انا اليوم انا شوف انا نروح للمشروع الاقتصادي. استاذ علي بونا انا ايام نهار كان معنا الاستاذ مالك سونا كانوا يتهمني اني اتحيز اليهم، اليوم انا اتحيز منهم. لك كلهم. لك تحيز، لك الضوء الاخضر، احنا ما شاء الله احنا هذا الشرف ان نكون معك. لا شوف استاذ، الاستاذ بيعطيك تجربه اجتماعيه وين يمكن انه الزكاة تعاود تحيي هذه المؤسسات، وبالتالي قبل كنا نتناقشوا المسكين الذي يحتاج قوت سنه تعطي له مليون زوج ملايين قوت سنه يغطي له سنه، وهذا الكلام اللي كنا نتكلموا فيه تبلور تبلور الى ان وصل الى عند استاذنا هنا اللي هو حقيقه انسان رجل ميدان واقف على التجربه. اسمحوا لي نقطه فقط واتوقف الان، لو تجتمع العمل الجمعوي راه في الميدان راه يدقدق وراه يمس بعض الاحتياجات مع اطارات وزاره التضامن، وزاره التضامن لها من النخبه لها من اطار صراحه تكوين رائع جدا وراكم، ولكن وراهم الاشكال مع وزاره الشؤون في صندوق الزكاه لما تجتمع هذه الثلاثيه، انا اتصور اننا نرتقي الى قضاء على الفقر وعلى العوز بايجاد مشاريع منتجه. احنا بعض الدول الضخمه كخذ ماليزيا ولا خذ اندونيسيا باش طورت هذه صندوق الزكاه بالمشاريع المصغره بتمويلات صندوق الزكاه بالعمل الجمعوي، خذ تركيا بالعمل الجمعوي، هذه الثلاثيه تنتج مصادر قوه اقتصاديه اجتماعيه ويتم القضاء على الفقر. لكن الاشكال يا وزارة التضامن راحوا نسقوا، لابد نحتاج الى عمل مؤسسات، نحن كاطار في العمل الخير نحتاج الى وزارة التضامن، عمل مؤسسات نحتاج الى وزارة الشؤون الدينية. هذه بلادنا سبحان الله ما نشكلموا على حاجة اخرى، هذه بلادنا لما تلتقي هذه الثلاثية اتصور بمشاريع مصغرة سوف نقضي هذا الفقر ان شاء الله. بارك الله فيك سيدي علي بوناب. سيدي محمد زغداني انت سمعت كل ما دار في هذه الجلسة، فالآن مشروع صندوق الزكاة الذي كبر والآن استوى على سوقه ولله الحمد بعد مرور 17 سنة هجرية و 15 سنة ميلادية، فما هي آفاق هذا الصندوق وما هي مشاريعه إن شاء الله في المستقبل؟ حتى ربما في البداية كان يمد قروض صغيرة نوعا ما، التمويل كان صغير نوعا ما، فما هي الآفاق إن شاء الله؟ نعم أنا أسمحك أخي نوفل أرجع قليلا إلى ما كان يذكره الأستاذ علي والدكتورتين الفاضلتين. إحنا بقدر ما نحتاج إلى مؤسسات، مؤسسات دولة أو مؤسسات مجتمع مدني تقوم على العمل الخير، نحتاج إلى وعي اجتماعي. لأنه للأسف الشديد الوعي الاجتماعي من الطرفين، الوعي الاجتماعي من الغني الذي يعطيك المال كمؤسسة تتصرف فيه بما يعود بالمنفعة على المجتمع ككل، ولا يعطيك إملاءات، يحطك في واحد الكولوار قال هذا المال تعطيه 500 فقير، وهذا يحدث استاذ غدير. نعم، وهذا هذه الزكوات او الصدقات المشروطه ان صح التعبير. نعم. ويجوز له من الناحيه الشرعيه، من الناحيه الشرعيه انت وكيل عنها في توزيع المال، انت لست مالك، هو المالك كيقول لك هو المالك. مثلا نفترضوا انسان شخص غني يقول لك انا هذا الزكاه اعطي زعما كما قلت هكذا هذا مليون لهذا ومليون، هل يجوز له شرعا؟ بطبيعه الحال هو كان يستطيع ان يذهب مباشره للفقير فيعطيه، وان كان بين قوسين هذا الامر ليس موجودا في صندوق الزكاه بما قدر ما هو موجود في الحركه الجمعويه، لانه صندوق الزكاه حصلت اموال في الحساب الجاري للزكاه ثم تجتمع لجنه قاعديه ولجنه ولائيه لتوزيع هذه الزكاوات على مستحقين. يعني لانه في عهد الصحابه كما نعم. ذكرت في عهد ابو بكر الصديق، انا لا اتصور انه نعم. الناس هذو اللي كان يروح يجبي منهم الزكاه يجوا يدبروا عليه يقولوا مد هذا الباني هاشم وهذا صحيح. ولهذا نقول انه نحن في حاجه الى وعي اجتماعي شرعي من طرف من يعطي الزكاة، أنه الآن هنالك مؤسسة قائمة سواء كانت مؤسسة جمعوية أو مؤسسة صندوق الزكاة أو أي مؤسسة أخرى، أنا أخرجت الزكاة لأبرئ ذمتي من هذا الدين الذي هو حق الفقير وحق الله سبحانه وتعالى، أتعبد الله عز وجل به، فأعطي هذا المال للجهة التي ستتولى توزيعه وتوزعه حسب ما يرجع بالمصلحة على المجتمع ككل، ما نشوف لذاتي الشخصية. صحيح أنه قد يحضر معي الذي أعطى الزكاة من أجل أن يحس بربما فرحة الإنسان الذي تصدق بماله، الأثر النفسي الذي تحدثنا عنه،
يحضر معايا في التوزيع، لكن دون أن يملي شروطا قد تخرج بالزكاة عن المقصد العام الذي أضعه أنا كاستراتيجية إن صح التعبير، من أجل أن نخرج الزكاة من كونها فتات مال جمع ويوزع فتاتا إلى مؤسسة تؤدي دورا اجتماعيا، دورا اقتصاديا، دورا تربويا، دورا نفسيا، دور تكافلي في المجتمع ككل. فهذا الوعي من طرف من يعطي الزكاة، ثم وعي اجتماعي من طرف من يطلب الزكاة. للأسف الشديد ولابد أن نتحدثها، هنالك من يتصنع الفقر من أجل أن يحصل الزكاة، وشخصيا أتحدث بشكل شخصي، يعني الآن معلومات أستقيها من نفسي وليس من 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 من, من كتب وأوراق، لأنه كما ذكرت البروفيسور فرق بين أن تضع الزكاة ولا الأوقاف ولا غيرها من الأشياء في مخابر البحث العلمي التي هي لا تنزل إلى الواقع، وفرق أن تنزل الواقع فتخرج منه أشياء لا يتصورها الأكاديمي. نعم. الذي نعم. نعم. بعض الناس الذين يقدمون ملفات للحصول على الزكوات، لولا أنه الناس الذين يشرفون على التوزيع يخافون الله عز وجل، وهذه أنا نقولها بكل صراحة، أنه هذا الإنسان اللي راه في اللجنة القاعدية ولا في اللجنة الولائية راه يحس بثقة للأمانة، راه يحس باللي هذا الدراهم هذه التي منحته إياها أنت تخلصت منها بين قوسين كمزكي، خلاص أنت برئت ذمتك وستدخل بها الجنة بإذن الله وترتقي في الدرجات. بس حنا اللي راح نمد الزكاة راح ندخل جهنم والعياذ بالله إن لم أتحرى وإن لم أضع المال في محله. حتى لا يتصور بعض الناس للأسف الشديد، لأنه بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد، خلينا نتحدث شوية من الصراحة، تفضل أستاذ، بعض وسائل الإعلام تصور أن الذين يشرفون على توزيع الزكاة وصندوق الزكاة هم مصاصي دماء ومتعطشون للمال، والمهم كأنه الخزينة التي يقول البعض أنها نهبت كذلك فصندوق الزكاة نهب، ويعني ربما يتمتع به البعض دون وصول، يعني لن تصور هذا الكلام. صدقني مما فجر أزمة ثقة أيضا، وهذه هي مشكلة. شوفي للأسف الشديد احنا أزمة الثقة اللي راهي موجودة في كل ما نذكر عمت. أنه كاين مال وكاين سلطة نقوله كاين حاجة، المثل المعروف عند الناس يقول وين كاين دراهم كاين بليس. فهذه للأسف الشديد سحبت حتى على صندوق الزكاة. نقول لكم لا أيها الناس، والله راكم غالطين، الذي يشرف على جمع الزكاة وتوزيعه هو ذاك الإمام اللي راك تصلي وراه. إذا أنت هذا الإمام لا تثق في صلاته فلا تصلي وراءه ولا تعطيه زكاتك، استأمنته في صلاتك. نعم، واستأمنه، وهذا هو القياس. نعم. الذي قدم به أبو بكر لخلافة المؤمنين، قالوا ما دام استأمنه على ديننا فكيف لا نستأمنه على دنيانا، يعني كما قلت أنت أمنته على دينك أنه يصلي بك وأمنته على حصل خطأ. نعم. الإعلام ولا في الصحافة واحد العام نقرأوا أنه حصل خطأ في صندوق زكاة بعد تصرفه تصرفا خاطئا، كاين عدالة؟ صح، بطبيعه الحال كاين شرطه كاين تحقيق، سما الى حصل خطا واحد كاين اليات اخرى للمراقبة، لكن ان يصبح الصندوق هو الخطا هذا هو الاشكال. عندنا مشكله الاحكام المطلقه، هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال، الصندوق هو الاصل ماشي الخطا. ثم هي شخص واحد غلط، ماشي الصندوق اللي غلط. نعم. واحد في 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 عشرات ولا مئات ولا قل لي، وبالتالي هذا النوع اذا كان صحيح مانيش عارفين حتى ما تتحدث عنه. نعم. بعض وسائل الاعلام. نعم. من نعم. انه فيه كسر لبعض صناديق الزكاه. نعم. وسرقتها، وتعرض بعض المساجد الى الامتهان من طرف بعض السراق اللي بسبب صندوق الزكاه. هي قضايا تعد على رؤوس الاصابع، يعني صح. في نعم. في عدد يتجاوز 18000 مسجد. يا بارك الله، هذا هو القياس الموضوعي. وتأتي من 18000 مسجد، قل لي كم من حادثة حدثت حتى نستطيع أن نصف، والأستاذة سامية أعلم مني، أن نصف هذا الشيء بالظاهرة. لما تطلق كلمة ظاهرة هناك ضوابط، يعني لازم الأمر يتعدى النصف مثلا. فتأتي بعض الوسائل الإعلام، أقول بعض وسائل الإعلام التي تعد عض كلب رجلا ليس خبرا، ولكن عض رجل كلبا هذا هو الخبر. فتركز على هذه المسألة التي تستجلب سماع بعض الناس، والتي تروج الإشاعة وتحول التهمة الأصل. يقولوا لها الفرقة الإعلامية. نعم، هذه الفرقة الإعلامية التي ترجمت في الصحافة الصفراء وغيرها من الألوان التي أعطيت بعد ذلك. فأقول أنه نحتاج إلى وعي من طرف المزكي، ونحتاج إلى وعي من طرف الفقير في حد ذاته أو من يطلب الزكاة، لأن هذه ماهيش دراهم البايلك، ماهيش انهب ادي ومدير ملف ومعليش تجوز. الذي يعطي هو مسؤول على إعطائها، والذي يأخذ أيضا بغير حقها فقد أكل نار جهنم والعياذ بالله. نعم. هذا في الطرفين.
الآن نأتي إلى أفق صندوق الزكاة. أفق صندوق الزكاة أن يتحول الصندوق ليس مجرد جمع وتوزيع، هذه واحدة. اثنين، نفرق بين نوعين من الفقراء الذين لا يستطيعون عملا، والتجربة هنا في الجزائر العاصمة ونجحت بفضل الله سبحانه وتعالى أن يصبح لهم راتب شهري، ما تبقاش هذيك ال 500 ألف تعمرها في العام ويوصل في رمضان يدي هذاك ال 500 نتاع تقفت رمضان ولا أو زكاة الفطر، إنما تصبح راتب شهري كل شهر، مثل ما أنه الموظف هذه الأرملة التي تقوم على أيتام ولا تستطيع الخروج، هذه التي عندها أساسيات ما عندها الماشينة وما عندهاش ما تشتري به هذا المستهلكات حتى تنتج، فهذه يكون عندها راتب شهري يؤهلها بأن يعطيها السرعة الابتدائية إن صح التعبير من أجل أن مبادرة تمارس المبادرة، نعم أن تمارس. وحينما تصبح هي غنية عن، نحتاج إلى وعيها، حينما تصبح غنية عن أو تريد أو تستطيع الاستغناء عن الزكاة نحتاج إلى وعيها باش تقول يا جماعة خلاص أنا الحمد لله استقل عنه. أنا الحمد لله ما عادش تبعثوا لي الزكاة، أوجهها إلى أناس آخرين، نعم. هذا الوعي الذي نحتاجه. النوع الثاني من الذين نتوسم أن نصل لهم إلى صندوق الزكاة أنه حينما نحقق الكفاية من هؤلاء وهم كثر، يعني لا حصر لهم ولا عد، أنه هذا المفتول العضلات الذي سميناه من قبل أنه عوض أن أعطيه الزكاة تمليكا أنه أقرضه إياها لمدة 5 سنوات يخدم على روحه ويعود يرجع الزكاة حتى يستفيد بها غيره، وبهذا تصبح هذه الزكاة المال لا يكون دولة بين الأغنياء ولا يكون دولة بين هؤلاء الذين يتجمع المال عندهم ولا يفيض على غيرهم. بارك الله فيك سادة. في 40 ثانية أعطيني مفاتيح ختامية، افتح ختامي في 40 ثانية. والله شوف نقول لك الزكاة عبادة وتكافل ومنفعة وإنقاذ وخير وفضل على الناس ونعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على هؤلاء الفقراء، وبالتالي هذا المؤمن له فضل أنه يعبد الله وله فضل أنه ينعم على هؤلاء الفقراء. بارك الله فيك. مشكورة بروفيسور دكتورة في روحي أنا يعني أحابك 20 ثانية اللي فيك تحابيني في 20. ربي يحفظك إن شاء الله. أعتقد أنه بدون مبالغة كما قلنا سالفا أنه نظام الزكاة هو النظام الأمثل والأنجع في وهو الحل المثالي لجميع الأزمات التي تعيشها المجتمعات اليوم، الذي نحتاجه فقط أن نسوق نحن كمسلمين لهذا نظام التأمين الاجتماعي الأمثل من خلال ماذا؟ من خلال تطبيع فقه التجارة مع الله، تقوى الله. أعتقد أنه محور التمفصل الذي تحتاجه الزكاة كنظام لكي يفعل ويأخذ صفته الحقيقية التي ارتضاها الله عز وجل. بارك الله فيك دكتورة سامية. دكتور بنب والله دقيقة ونصف والله يبارك. لما نتكلم عن الزكاة فإن الناموس عند مدرسة تحليل النفسي الناموس عالم لذا في الجهاز النفسي كما تقول هذه المدرسة، بمعنى أنها تدمر هذه الحياة لحياة الأنا، وبالتالي ينتقل المزكي من أنا إلى الآخر. نقطة ثانية وهي نوع من رفع الإحباط، من إزالة الإحباط على بعض الحالات كصاحب الهم والغم بسبب الغرم بسبب المال، بالتالي لما يعطى له المال فيعني يتخلص من الديون إلى غير ذلك، فهنا رفع عنه لحالة الإحباط. نقطة ثالثة وهو طالب العلم يعطى له المال يقول لك أنا أيضا سأذهب إلى خارج وطن الدراسة، وبالتالي لا يشعر بالدنيا، يشعر مثله مثل باقي أبناء الأغنياء الذين يزاولون دراستهم خارج الوطن. نقطة أخيرة وهي سمعت المحسنين لما يخرج مع المد الزكاة يقول لي والله بريء، فإخراج الزكاة علاج النفس وراحة وسعادة واطمئنان وأجر وثواب وجنة عند الله، وربما للبدن أيضا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا سيدي زغداني. أنا أحتاج أن أقول أن المجتمع لابد أن يعلم أنه الزكاة لابد أن تكون مؤسسة، هي المؤسسة وليدة، إذا كان 17 سنة فهي وليدة مقارنة بالمؤسسات العريقة في التي تضرب بأعماقها في مئات السنين، فهي مؤسسة ولابد أن يعمل على الالتفاف حول هذه المؤسسة، لأنه بقدر ما يكون العطاء للمؤسسة بقدر ما يكون سد حاجات الفقير. الآن كي تقول لي 145 مليار في الحملة الفارطة لصندوق الزكاة، ما هي نسبة هذا 145 مليار من الزكوات التي يفترض أن تخرج؟ لا تساوي شيئا، وبالتالي الذين يستفيدون من الزكاة والفقراء، والمعادلة الرائعة اللي ذكرتها لي اللي قلت لي كل ما إلى نفسه من فضلك إذا معليش تعيده. نعم، هو ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض
في أموال أغنيائكم بقدر حاجة فقرائكم، وما عال فقراؤكم إلا بتقصير فقرائكم، بتقصير أغنيائكم. فبالتالي كل ما زاد العطاء لصندوق الزكاة كل ما زادت الاستفادة وكل ما سددنا حاجة الناس. واعلموا يقينا أنه اللي يجمع الزكاة هو الإمام الذي تصلي خلفه، ما همش ناس وهميين قال أمتع الزكاة، راه الإمام اللي راك تصلي وراه. فبالتالي هذا هو الذي لابد أن نطمئن إليه ونعمل عليه. بارك الله فيك، شكرا جزيلا كلهم باسمه وجميلي واسمه، بارك الله فيكم على كل ما قدمتموه لنا سادة أصحاب الفضيلة. الشكر أيضا موصول إليكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن وفائكم ومتابعتكم لنا. نتمنى أن نكون أحطنا ولو جزئيا بهذا الموضوع، موضوع الزكاة والتكافل الاجتماعي الذي كما قلت في الحقيقة هو موضوع كبير وكبير جدا وله عدة تفرعات. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي، كان في الإخراج حمزة كمال. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.